لا يروح لا لا يروح لا انا معزوم على العرس. ما فيك مع العرس ماشي وني لا خلط العرس خال العرس والله العظيم روحك. لا لا طلب طلب مطلوب مطلوب مطلوب. اسمع شفني شايف اسمعك ولا اشوف اختار شفني واسمعني يلا اسلم اسلم. شفت يوم قلت شفني طالع هناك لا لا ابعتك نبذه عن الشيء هذا. انت الحين انا طب انا اسمعك بيعظهم يوم اقول لك طالع فيني يقول يا اخوي انا اسمعك. هل انت مع كذا ولا لا؟ مع كذا يلا قول لك لا تتغير علي يا حمد عوض. لا تتغيرون علي يا اخوياي. انا ولد ابوي انا صدق ما صدق لي ما تغير عليكم. انت ولد ابوي انا اللي ما زعلت عليكم 104 ايام 104 يوم 104 يوم وقت وعمر صح. ولا وريتكم الجانب الاقشر ولا وريتكم الجانب اللي مو بزين. سب لنا القهوه الحين على الجانب الاقشر. يمكن اوريك الجانب الاقشر الحين. لا لا القهوه مو مشكله. يا احمد عوض تغير علي بكره منظمة ترد علي. لا يا احمد لا هذا غلط هذا ما زين زين. وقال لي يا اسامه اني مثل الذهب يسيفني ما تغير. والله العظيم انك يقول كل واحد انت كذا 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 كذا. محمد مبارك شيء من يمشي الجبل بالله ما تقول عمة سالي تعرفها منشن انسه منشن. الله يرحمه. صار لي ساعتين ونص اسلك. طيب سلك للقطات النايمة ولكن عادي يعني اخوياك جايين والامور طيبه. اخي الواحد لازم يعيش هو ذي قهوه كادي ايش نقصها طحيني بسمع هذه. اسمعوني يا عيال نرسيان والله العظيم اللي يعرف يسلك اسمعني ترى عيش ليلته. انا ما اعرف اضحك اذا احد قد قطه يبين علي ضحكتي جموليه ما يصير ما يصير. هذا ما قال لك ابو رزيقه ما يصير. فلازم لازم اذا انت تعرف تسلك وتعرف تضحك ضحكه تسليكيه ترك محظوظ ما شاء الله عليك. انا ضحكتي واضح انها هنا وهنا كذي. انا ضحكتي صحيح تدري شلون؟ تعفط وجهي اذا ضحكت. لاحظت شيء هذا لازم اجيب لك كوايه تكويه شوي يضبط. هذا هو التسليك مضبوط مضبوط مضبوط. سلك يا ملاشي اخويك ملاشي. ما هو تسليك احيانا يعتبر شبه الضحك. والله انت بتكلم جد ولا طقطقه؟ والله يعني شرح بكيفك. طيب اسمع دعوه كيف خلنا على الجو. يعني بيقول في بعضهم لابد لو ان سالفته خايسه احترم نفسك. لا لو سالفته خايسه ما هو انت صح صح نسيت. يعني مثلا واحد يتكلم انه بيقول انك ما تعرف او ما تبون عليه. هاي لو ان اخوك تقول سد فمك شغلت انت وسالفتك صح ولا لا؟ احمد سالفته وش تقول له؟ احمد لازم تضحك. ليش لازم تضحك سيف؟ بقول لك بس كلمه وكمل. حلو مشتاق انا كمل. حتى انا والله مشتاق سيف. والله حتى انا مشتاق. والله اني مشتاق. أنا والله مشتاق. آخ شوق شوق مشتاق لك شوق المحارب للسلام. سلام كمل. طيب أنا جالس متحمس. كمل يا سيف. لو أكمل يمكن كمل كمل يمكن أنقز الجدار وأطلع شوق الصحاري إلى الأبطال. ما عاد بقى شيء اصبر وأنا بصبر معك الصبر زين. أنا شاد صبر مفتاح 14 هذا هو احنا صار نقول 14 و13 كنت قايل صبر مفتاح 14 يعني احنا فلنا. شفت وجهك وانت تقول هالكلام ذا؟ ايوه انا ادري اني شرحان على نفسي لكن كمل. الله يعيني ادري ان الله يعين. يا احمد عوض ما يصير هذا الكلام. والله ما يصير. اسمع الحين انت لا رحت لاهلك وانا لا رحت لاهلي شلون نسوي نسولف مع بعض ونتكلم ونقول اسرارنا لبعض شلون؟ ادق عليك فيديو زي العمال يكلمون اهليهم بالبر. عندك برنامج من حقين العمال؟ ايوه ايوه. هذه صح هذه في برنامج ثاني. سولف على بعض اشوف وجهك نايم كذا امر الفراش القيك نايم مرتاح اقول يعني ما هو طالع يدوج. ابغاك صحتك سيف كيف يوم يصحيك وتضايق مني اصحى شوي اصحى شوي. يا الله من يسمع سوالفي وانا نايم؟ يا الله اني وانا قاعد ما اسولف معك. يا مشتاق سيف يلا
اشتاق شوق الصحاري للأبطال، اشتاق لين تخلص الله يطول عمرك. سيف شوق قتال. شوق قتال. المدلل ودي 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 يطق بعض المرات. حلو بس حق. بس انك اكبر مني رجال، ما عليك العمر يا اخي. انا يا اخي ليه حبيت احد ودي طقه مثلي؟ انا اذا حبيت واحد وش بدي اسوي فيه؟ ترن ودي ادبك ابدا ودي غثه باليوم. شوف يقول لك أرب، يقول لك اللي انت تحبه دبه. لا غلط هذا، ما هو دبه دق راسه. هذا هو وش هذا المثل عندي. من حبك دبك حبك. انا اقول هذا مو مثل ذا. حبيتني تحمل. لا ابغث من قالك تحبني؟ من قالك تحبني؟ من قالك اني احبك؟ انت ليه شلون قلت؟ هذه الطناخه، هذه كذا الطناخه تخليك تسوي هذه طناختك؟ انا طناختك كذا. لا انت فوق، انا سيده. لاني شمانه. لا انا طالع سيده دائما، سيده. طالع بطريقي، طالع بهدفي، ما طالع فوق مني اغراب. انا والله صقر. انا صقر يمكن. طيب شفت كيف جبتها لك على طول؟ انت بتتكلم وانا ارد لك على الصقر، شفت؟ انك صقر يا سيف ابن فهد. طيب ليش ما يبون نسر؟ ليش يبون صقر؟ طيب سيف نبي ناجح، صل على النبي سيف. الحين بسك سؤال اخوي صدق، يعني مثلا سيف قلت سيف اقسم بالله انت من اندر فصيله الحيوانات اللي هي الصقر. تكفى سمعت السالفه 6500. هذا كذيب، هذا كان ذيب. احنا على الصقر اتكلم عادي يا اخي. ما عندك محتوى يا ولد. انا عندي 6000 سالفه، ما اجيب طريق. ليه ما تجيب طريق الا صقر؟ وسالفتك مع ذاك اللي نسى نعوله، وسالفتك مع شو اسمه يمك تروح للحفر. خلاص يا ابوي حلبت اذنيه. خلصت؟ كانك أثر علي. لا غير خير، جدد كلم اخواني قول لي ابي سالفه. والله بغير الحين بغير. اسمعني والله، عشان والله صار لك سيف قال لي كذا لازم اغير. طيب اسمعني، ليش تخيل لو قالوك انت من اندر فصيله الحيوانات بس انت صقر؟ احنا ايش قاعد نقول؟ لا اللي ما راح اغير، مصدق اني بسمع كلامك. اسمع مني. لا تجرحني. ما بقدر اذا ما سمعت كلامي. انا من تسمع سيف؟ ما هو هالدرجه انت تسامج. اوكي احنا وانت سامجين. لا انت تسامج، قاعد اسلك لك. انا انت خويي على اساس اني انا وش مبسوط وانا قدام؟ الا والله اني طاير من الفرح. يشهد علي الله. شفت كيف؟ العب على وتر، شفت كيف العب بمشاعرك؟ عمرك جملت احد بالبرنامج؟ لو اللي خلك اني ما جامل، بس ممكن تقبلت بس مجامل مستحيل. ما اعرف اجامل والله، ما اعرف والله، انا ما اعرف. افض احط رجلي والله ما جامل. ممكن. لا شوف احمد، ترى الصراحه حلوه. لا شوف ركز معي، مجاملت بكيف انت سؤالك شوي فيه يعني. ليه السؤال اللي نقدمه لك ما تفهمه؟ لا لان سؤالك انت اللي تدقه تقدمه ما ينفهم. كل الناس قدموا شيء وتقول ما فهمت. لاني انا لين اصل على النبي. شوف لانك ما تفهم. لا لاني افهم أنا. بس انا ابفهم اللي انا بفهمه، وما بيفهم اللي ما بيفهمه. هذا النظام. استغبي يعني؟ لا مو استغبي، بالوجه استغباء غير. زين الحين عمرك تقبلت شخص وجاملته؟ ما تقبله قص، كان شفت ان انت صغت لي غلط. لا تقبلته. انت يا مسلم. يا مسلم ها. اقول في يا ولد انت شبنت. لاني احبك والله، احبك قلت كلامك. انت شبنت الحين. ابي اللي انت تبي. تكلم. انا بروح الغرفه. رح. انت وش تبي؟ لا ما ابي هذا. ليه ما تقول ابي اللي انت تبي؟ لا قلت ابي اللي انت تبي. انت كنت بتقول بس ما ابي اللي بروح الغرفه. الغرفه تبطحنا فيها اكثر من لازم. خلاص انت تبطح، انا ما تبطح. يا صاحبي انت ما توافق حتى شاد. انا وانا وش وانت واقف ليه غرق؟ حصان. انا حصان ينام. في حصان عندي مرضان اشوفه ينام. لاني حصان. حصان في بعض الحصان ينام وهو منسدح. مو كل حصان على كيفك. انت حصان؟ انت حصان؟ ايه. طيب لو قلت انت من افضل الحيوانات حصان تزعل. يا ولد امو نرجع السالفه. والله اسمع قل لي عمرك جملت شخص بالبرنامج؟ يعني انت بالصدق مجامله قصك؟ انت شخص جامله وانت ما يعني ما تهضمه قصك كذا؟ قصك هذه مجامله؟ تقدر تقول مرات. جاني النوم على سؤالي ذا النايم ذا. والله سؤالك بيض مره سيف. راجع حساباتك سيف. لا بد جاوب زين يا حبيبي. خلاص عاد تقدر تكوج. اسفي سيف. الامانه نعم جملت كذا شخص. جملت كذا شخص. كذا شخص يعني كم شخص حبيبي؟ اول بدايات كذا شخص جملته مجامله. اخوي طبعا هو لاني لا اكن المشاعر. لا اكن لاني بالبدايات انا اتكلم. سالتني سؤال بالبدايات حبيبي باختصار. لا اعطيك على صوره. لا يمكن اقول جامعات، يمكن تحس منها انت تستشك ولا احد يستشك. لا ما اشتكي حسين كل الرديين ولا ترى طيب وسيع عن الطانه في بيتنا بعد حتى المدرسه. والله اقول لك والله دقيقه وانا
ما هو قصور بالحرارة الصماصي. يا سلام، كل بدرب العز قد هب ريحة. أبه مدح الربعي ما يذم له كريم، ولا يستشك إلا خبيث الشريحة. يا سلام، يلا أنت ما يستشك إلا خبيث الشريحة. الشريحة إيش كنت تقول؟ نسيت. لا والله ما نسيت. بالبدايات 30 شخص حتى نص معرفة سمي جملتهم، لأن جملتهم بس ما شف يعني مجاملة دائما تطلق أنك شخص تكون كاره لها، لكن أنا ماني كاره لأحد، لكن جملات يعني جملت لأن تكلم لي مواضيع أنا ما تعني لي ولا يهمني، وطول معي طول معي مرة، أنا عشان طافي وجلست أجامل 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 ما بي بقى لحاله ما ولا أبغى أخليه، لين طلعت الشمس على حاله مش كان يبين، أقول أبي يقول لي ما ينفع هو يتكلم كذا، كنت مستحي منه وجامله جمالتي إيه؟ أبي أنتي سلفته تساو زين أحمد تفضل سيسي تحبي ولا تحبي فلوس؟ أنت بصدق فلوس ليش؟ فلوس إيش تبي فيها؟ فلوس عشان أسعدك شفت كيف؟ زين أنت ما تحبني شلون تسعدني؟ لا لأني أحب الفلوس عشان الفلوس إني أقدر أسعدك وخليك تحبني أنت، أنا أهم شيء كنت تحبني ما هو شيء إني أنا أحبك عرفت؟ أنا عندي الشخص أهم شيء إني أحبني ما هو أنا اللي أحب عاد ما أقدر أحبك ما أحبك عشان كنت تحبني أحمد. ها لي بعض المرات شيء شترات تسوي شتر شيء غريب ما يضحك ولكن تسوي ليه؟ ما يضحك أنت رد الناس غاية لا تدرك رد انسيابي ما يمديك تنكر رد انسيابي رد حلو والله أنت أدري ما استوعبت يعني رد الناس غاية خلني استوعبك كلام تيجي يقول كل بولا نستخرف نطلع فيك كذا يقول حبا ايش فيه طيب تشويك حاجة غريبة صح يعني هل توقعتك بعض المرات تقعد هادي ثم تقول أنا ما سويت شيء خليني بقوم أسوي شيء صح ثم تقوم تسوي شيء على طعم مو بحلو صح يعني تسوي زي كذا يعني بدون تفكير بسرعة بس تسوي أهم شيء تحرك أهم شيء أسوي لبراسي براسي يصير أهم شيء النظام كذا أهم شيء براسي يصير أعرف كان عشان تسولف معي يلا بس ها ها ليه ما في أمطار أمطار فيه حلفتك الله يفرج همك الله يفرج همك الله يفرج همك يا ابو مبارك الله يفرج همك يا حرام يا سوالف اللي راحت والله سيف والله لا ذمتك من متى بالله